مرحبا بكم من جديد. اليوم معنا هذا العود اللي اكيد انتقينا لكم يا انتقاء مثل كل العواد اللي نعرضها. طبعا اليوم ما شاء الله دفعة العواد اللي عم نعرضها يعني ما شاء الله زي ما انتم شايفين كلها مميزة. هذا العود بالذات مميز بزيادة شوية. خلينا نقول صدقا ما بتعرفوا يا جماعة شو بصير خلف الكاميرا هاي، خلف ما قاعدين بتشوفونا من وراء الكواليس، قديش في يعني شو بصير معنا بالأعواد هذه وإحنا بننطقيها وإحنا بنمرنها وإحنا بندربها. في أعواد بتتجاوز معنا شهر وشهرين بس مجرد تدريب وتمرين لحتى العود يكون جاهز للعرض إلى آخره من تفاصيل أخرى ما بدنا ندخلكم فيها. العود هذا جميل جدا يا جماعة، انتوا عارفيني بس احكي عن عود جميل بكون انا فعلا صدقا مقتنع انه هذا عود جميل وهذا عود مميز. ما بحكي هالشي هذا عشان بس يعني نصرف العود وكذا. طيب خلينا نقول الاشياء يا جماعة اللي حابين نقولها في هذا العود او مواصفاته. زي ما انتوا شايفين عود بكامل اناقته بكامل جماله، مش محتاج شيء جميل. انا دائما بقول شيء جميل مش محتاج ينحكى عنه، بالعكس لما تحكي عنه كثير بتقلل من قيمته. خلي جماله يتحدث عنه، فحنخلي هذا العود جماله يتحدث عنه. بس خلينا نقول مواصفاته لانه هذا شيء ضروري. مواصفات هذا العود: الوجه من السيدر، زي ما انتم ملاحظين الصدف معنا في المضرب في الفرس حاضر، في عنا هون كمان، وعنا في الشمسية والقمريات، وفي القمريات نفسهم والشمسية نفسهم ما شاء الله، وعنا كمان في الزن في المسطرة، عفوا المسطرة أيضا حاضر الصدف معنا. المسطرة من الأبنوس. نيجي للظهر، هون عنا الظهر عنا يا جماعة زي ما انتم ملاحظين روعته وأناقته من الميبل اللي هو الأصفر، والوينجي اللي هو الخشب الأسود. الوينجي على فكرة من أجمل الأخشاب يا جماعة بالنسبة إلي أنا كخبرة، بقولكم الوينجي خشب جميل جدا، مش خشب عادي يعني، كتأثير في الصوت بحكي طبعا. وعندنا هون كمان الزخرفة جاية في سوار العود، راح نركز عليها في التصوير بعد شوي، أنا متحمس بدي أسمعكم إياه. الأوتار من البيراميد لوت دوزان دودو، المفاتيح من الأبانوس النوع الممتاز، زند العياري حاضر في هذا العود اللي هي تحدثنا عنها كثير سابقا وقلنا انها بتتيح للعازف التحكم في بعد الوتر عن المسطرة، وكذلك بتطيل من عمر العود وبتحميه من التقوس. تم بكل سهولة من هون، بتشد وبترخي الموضوع بيطلع خالص معك خلال ثواني قليلة. خلينا نعزف ونسمع صوت العود سوا. والله محتار يعني، بتعرف مرات في اعواد يعني كثر ما هي جميله الواحد بيحتار شو بده يعزف عليها، من وين بدي بلش. عارف انت بس يكون قدامك هيك مجموعه، انت جوعان واكل هيك كثير بتحتار بدك تبلش. يلا اوكي خلينا نشوف شو بيطلع معنا بهالعود ان شاء الله. اليوم نبدا، بسم الله. Thank you.
يعني بنوصف وبنحكي كثير، بس بيضل السمع هو الحكم وهو الفيصل الأخير في أي شيء. بودي أظن أعزف، بس يعني ما بدنا نطول أكثر من هيك، بس خلينا نعمل يعني شوي بس كمان، نعزف شوي كمان يا جماعة ونختم إن شاء الله. يعني نختار شي مقام هيك. اسأل روحك. Thank you.
ان شاء الله 14 دقيقه. طيب يا جماعه اخذنا شوي هيك وصرحنا فيه شوي، ولا بدي اظل اعزف عليه، بس يعني بتصور هيك وضحنا العود في كل المساحات الصوتيه، عزفنا عليه بكل الاجواء الحمد لله، استمتعنا فيه، انا استمتعت فيه كثير. تمنياتي بالتوفيق للجميع ونلقاكم على خير، اللقاء.